نشرة الأخبار من نبا، والبداية بالعناوين. صحيفة الشرق الأوسط تكشف عن رفض خليفة حفتر عرضا من السراج لاقتسام السلطة، والأخير ينفي ذلك. رئيس مجلس أعيان ترهونة يقول إن حفتر وأعيان برقة يرحبون بالمصالحة مع مصراتة. الناطق باسم السراج يقول إن تأمين الطريق الساحلي لن يجري إلا بالتواصل مع جميع الأطراف بالمنطقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة النبأ. كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تقديم رئيس المجلس الرئاسي مقترح فايز السراج عرضا لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر لتقاسم السلطة، إلا أن الأخير رفضها. عرض نفاه الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك. التقرير التالي يوضح مواقف سابقة مشابهة ويكشف تفاصيل هذه الصفقة. من الإمارات إلى فرنسا يتنقل الرجلان ويحملان أهدافا وأفكارا تبدو متقاربة في المشهد الليبي. نحن كمجلس رئاسي وأنا شخصيا ليس لدي خلاف مع أحد، نحن لسنا طرفا في الصراع، قد نكون جزء من الحل لكن لسنا طرفا في الصراع. سنوات الود بين قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج تمر بمرحلة ركود وتوتر بعد أن بلغت أوجها خلال الأشهر القليلة الماضية. الجديد في الأمر ما كشفته الشرق الأوسط اللندنية عن تقديم رئيس الحكومة المقترحة فائز السراج لقائد الانقلاب على الشرعية خليفة حفتر عرضا لاقتسام السلطة، عرض تضمن إنشاء مجلس رئاسي وحكومة جديدين قبل الانتخابات، مع بقاء حفتر على رأس المؤسسة العسكرية وإدماج وزارة الدفاع تحت قيادته، غير أن الرجل رفض صفقة السراج كونه منتهي الولاية كما جاء عن الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول. رئيس المجلس الرئاسي المقترح سارع على لسان الناطق باسمه محمد السلاك في الرد خلال مؤتمر صحفي نفى خلاله ما تداولته الصحيفة، وأكد أن السراج يرحب بأي مبادرة من شأنها حلحلة الأزمة الليبية. وعلى الرغم من أن خليفة حفتر دائما ما يهاجم الحكومة المقترحة وينعتها بغير الشرعية، فإن رئيسها يصر على التقرب من قائد الميليشيات، بل وتعدى الأمر ذلك ليفضي على ما تسمى بعملية الكرامة الشرعية عبر نعتها بالانتفاضة أمام مجلس النواب خلال استعراض سيرة وزير دفاعه المفوض المهدي البرغثي. تلقى العديد من الأوسمة والأنواط، له دور في انتفاضة 17 فبراير وانتفاضة 15 أكتوبر. ليس هذا الموقف الوحيد، إذ توسطت مصر لترتيب اجتماع للطرفين العام الماضي، إلا أن حفتر رفض الجلوس مع السراج وغادر القاهرة بحسب بعض المصادر المطلعة. لم تشفع للسراج مساهمته في تسليم الجنوب لميليشيا الكرامة قبيل إعلانها إطلاق ما يسمى بعملية فرض القانون في منطقة كانت تحت نفوذ الرئاسي المقترح. تقرب رئيس الحكومة المقترحة من متعهد الانقلابات خليفة حفتر دون تفاعل من الأخير غدا طافحا من إناء المشهد الليبي، ولم يعد خافيا أنه من طرف واحد بلغت تنازلاته حد الاستجداء وتقديم النفوذ والسلطة لقائد الميليشيا وطموحاته التي تبدو أكبر من عروض السراج. قال رئيس مجلس حكماء ترهونة صالح الفاندي في اتصال مع النبأ إن خليفة حفتر وأعيانا من برقة رحبوا بالمصالحة مع مصراتة وكل مناطق ليبيا، مشيرا إلى أنهم أبدوا عدم ممانعتهم في الجلوس إلى أعيان مصراتة. لا والله كلهم، احنا هذا المبادرة مننا وكلهم قلنا لهم كل الناس تبع المصالحة، وحتى من اعيان مصراتة الان متواصلين احنا على اساس المصالحه، والحقيقه علقت اقبال كبير من جميع الاطراف. كل نفسه، هو نفس الاعيان نفس المشايخ نفس الشيء، مرحب جدا، والكلام هذا مطروح لنا احنا واحنا اللي طرحنا، ومرحب المصالحه في كل المناطق بدون قتال بدون وحده، ما عنده سليمان.
وكان مصدر مطلع أفاد في وقت سابق بأن وفدا ممثلا لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر اتفق مع وفد من مصراتة في العاصمة التونسية على ترتيب لعودة عائلات بنغازي المهجرة بمصراتة إلى بنغازي. وبين المصدر في اتصال مع النبأ أن عون الفرجاني رئيس هيئة القضاء والسيطرة التابعة لحفتر كان على رأس وفد حفتر، فيما مثل مصراتة في اللقاء عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيت وحسن شابا أحد أعيان المدينة. وأضاف المصدر أن الاتفاق تضمن توفير الحماية للعائلات العائدة، كما شمل تعهد وفد مصراتة بالعمل على تسليم المطلوبين من مدينتي بنغازي ودرنا إلى قيادة ميليشيات الكرامة. دعا مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة الليبيين إلى بناء مصالحة وطنية تجمع كل مكونات الشعب الليبي من أجل بناء دولة مستقرة والحفاظ على وحدة الوطن. فإن أولي هذه المصالحات أكبر مستوى من الأهمية، وأعتقد أن الدراسات التقييمية التي سمعتها عن هذه المصالحات مفيدة لمحاولة تعزيز وتحسين وتطوير قدراتنا في إنجاح هذه المصالحات. لقد دعوت من جانبي ليس فقط إلى مصالحات أفقية بين مختلف أطراف المجتمع الليبي، وإنما أيضا إلى مصالحة أصعب وأهم وأكثر إلحاحا، وهي مصالحة المجتمع الليبي بأسره مع فكرة الدولة، فكرة الدولة الراعية العادلة المستقلة السيدة التي بدونها لا تتحقق مصالحة حقيقية ولا يكون هناك قرار ليبي مستقل على المدى الطويل. من جهته طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بالحكومة المقترحة يوسف جلالة الليبيين بنشر لغة التسامح. وأضاف خلال جلسة المصالحة المنعقدة في تونس برئاسة غسان سلامة أن الحكومة المقترحة عازمة على طي صفحة النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج. مجلس الأمن 1325 أعتقد أنها الآن نحن في أمس الحاجة إلى أن يترجم هذا على المصالحات الوطنية. الموضوع الآخر المهم والنذير إمكانية دعم المصالحة الوطنية والوصول بها إلى نتائج مثمرة، وهذا بداية النقاش اليوم. هذه الجلسة الأولى تمحورت حول المصالحة الوطنية وأمكانية دعمها والوصول بها إلى نتائج إيجابية إن شاء الله. مثل هذه الملتقيات وهذه الندوات في المصالحة الوطنية نحتاجها إلى لم الشمل وبناء الوطن. نشكر بعثة الأمم المتحدة اهتمامها بهذا الجانب وبدعوة الخيرين من أبناء الوطن للذهاب في هذا المسار من أجل إرساء الاستقرار والأمن والأمان في البلاد. أكد مجلس أعيان قبائل الزنتان وقوفه إلى جانب أي مبادرة للمصالحة الوطنية المبنية على أسس سليمة. وأوضح المجلس في بيان له أنه يتطلع إلى مصالحة عادلة مع كافة المدن الليبية وليس مع من وصفهم بأصحاب المناصب والرتب الزائفة الذين ينهبون أموال الليبيين ومن تلوثت أيديهم بدماء أبناء الزنتان ظلما وعدوانا بحسب البيان. وشد أكد المجلس على تمسكه بالوحدة الوطنية والمصالحة مع الشرفاء من أبناء مصراتة، وأنه لا يتحمل مسؤولية أي عمل أو مصالحة لا تكون تحت إشرافه. قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك إن تأمين الطريق الساحلي لن يتم إلا من خلال التواصل مع جميع الأطراف بالمنطقة. وأضاف السلاك في مؤتمر صحفي له الاثنين بالعاصمة طرابلس أن المجلس كلف أمراء المناطق العسكرية للتنسيق مع وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة في تأمين الطريق غرب المدينة وفق قوله. الرئيس كلف أمر المنطقة العسكرية أمراء المناطق يعني العسكرية ووزارة الداخلية بالتنسيق فيما بينهم بمسألة تأمين الهدف هو تأمين الطريق الساحلي، وبالتالي هذا لن يتم إلا بالتنسيق مع كافة الأطراف، وكل الخطوات التي تتم في هذا الإطار.
وكان أمير المنطقة العسكرية الغربية المكلف من المجلس الرئاسي أسامة جويلي قال في وقت سابق إن قوة العمليات الخاصة بقيادة عماد طرابلسي المتمركزة في الطريق الساحلي تابعة للغرفة الأمنية المشتركة التي تشارك فيها عدة فصائل من ترهونة وطرابلس والزنتان. وأضاف جويلي في تصريح للنبأ أن هذه الغرفة هي جزء من عملية التنسيق في المنطقة، وجرى ذلك بالاتفاق مع غرفة التنسيق الأمنية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي المقترح. وأرجع جويلي سبب رفض الأجهزة الأمنية لتمركز تلك القوات في المنطقة إلى سوء غياب التنسيق بينها وعدم متابعة مندوبيها للاتفاقات المبرمة فيما يخص تأمين منطقة جفارة وفق قولها. هذا وأكد أمير المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي المقترح أسامة جويلية أن قوات ميليشيا الكرامة متمركزة في مناطق نفوذهم منذ أن كان مجلس النواب شرعيا. وأضاف جويلي في تصريح للنبأ أن قوات إدريس مادي في قاعدة الوطي التابعة لميليشيات الكرامة ليست الانقسام الوحيد بالبلاد الذي سببته فجر ليبيا لرفضها الانتخابات الشرعية حسب قولها. وأعرب أمير المنطقة العسكرية الغربية عن أمله في أن يكون اجتماع الضباط في القاهرة وضع حلولا لهذا الانقسام. تصريحات جويلية الأخيرة لفتت الأنظار إلى تمركزات ميليشيات الكرامة في المنطقة الغربية. في التقرير التالي نرصد أبرز المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الكرامة في المنطقة الغربية. لفتت تصريحات أمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي المقترح أسامة جويلي الأنظار إلى تمركزات ميليشيات الكرامة بالمنطقة الغربية وحول العاصمة. أجويلي ذكر أن قوة العمليات الخاصة بقيادة عماد الطرابلسي التي سيطرت أخيرا على منطقة كوبري 27 تابعة له، في حين أعلنت الأخيرة في وقت سابق تبعيتها لقيادة ميليشيات الكرامة. منطقة 27 ليست الوحيدة التي تتمركز فيها قوة الطرابلسي، إذ تسيطر أيضا على منطقة الكسرات جنوب جفارة على الطريق الاستراتيجي إلى الجبل الغربي، فضلا عن منطقة السعيدية التي تعد على مرمى حجر من مطار طرابلس الدولي، وليست بعيدة عن تمركز الكتيبة 301 التابعة للمجلس الرئاسي المقترح عند كوبري الزهراء جنوب غرب العاصمة طرابلس. ولا يمكن الحديث عن تمركزات ميليشيات الكرامة في الغرب دون ذكر أكبر تجمعاتها في قاعدة الوطية الجوية بقيادة إدريس مادي، حيث ترصد فيها حركة نقل عسكرية بينها وبين المنطقة الشرقية وتنطلق منها الطائرات الحربية باستمرار. النشرة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. المجلس المحلي درنا يطالب بإخلاء مقرات جامعة عمر المختار بالفتائح من ميليشيات الكرامة المتمركزة بها.
بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مكتب حماية المواقع الأثرية بالمنطقة الجنوبية عن إحباط محاولة تهريب 20 قطعة أثرية من منطقة جبال أكاكوس. وبحسب تقرير للمكتب نقلته وكالة الأنباء الليبية، فإن القطع المهربة عبارة عن أدوات حجرية بعضها ميكروتية ذات جودة عالية من حيث تقنية الصناعة. وأشار التقرير إلى أن مصلحة الأثار بالمنطقة الجنوبية طلبت من المكتب ضرورة متابعة عمليات تهريب الأثار في مناطق تالواوت والرملة ووانكازا والتوجه لمنطقة العوينات لتسلم القطع التي تم ضبطها. قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر إغلاق حقل الفيل النفطية خلال شهر تجاوزت 145 مليون دولار. وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة شينخوا الصينية أن الحقل ما زال مغلقا نتيجة مغادرة الحرس المكلف بحمايته إلى حين تنفيذ مطالبهم. وذكر المسؤول أنه لم يجري التوصل إلى حل مع الحراس بعد، لأن مطالبهم تختص بها الحكومة حصرا ولا علاقة للمؤسسة بها. عقدت بمقر مجمع المحاكم بالعاصمة طرابلس أول جلسات محاكمة المتهمين بتهريب الوقود الليبي على متن الناقلة المالطية التي ضبطت من قبل البحرية الليبية. ووفقا لما أوردت وزارة العدل على صفحتها بفيسبوك، فإن القضية تتعلق بخمسة متهمين من جنسيات مختلفة كانوا على متن الباخرة عند القبض عليها وسحبها إلى ميناء طرابلس البحرية. وبحسب الوزارة فإن المحكمة قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى الأول من شهر أبريل القادم لعدم حضور مترجم أحد المتهمين. أفاد مدير مكتب التعليم بسبهان عاصل حافر لقناة النبأ ببدء الدراسة في معظم مدارس المدينة منذ بداية الأسبوع الجاري. زيارة ميدانية عدد من المؤسسات التعليمية في محلة الجرضة، فكان الحضور يعني طبيعي جدا من ناحية الطلبة ومن ناحية المعلمين. لكن أيضا في المقابل هناك بعض المؤسسات التعليمية القريبة من منطقة الاشتباكات لم تفتح أبوابها طبعا حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين وكل العاملين بهذه المدارس. نتمنى أن تنتهي هذه الأمور بسرعة حتى تعود الدراسة بهذه المؤسسات. جدد المجلس المحلي درنا مطالبته بإخلاء مقرات جامعة عمر المختار بمنطقة الفتائح من ميليشيات الكرامة المتمركزة بها. وطالب المجلس في بيان على حسابه الرسمي إدارة جامعة عمر المختار بالضغط على الجهات ذات العلاقة للإسراع في إخلاء المقرات الخاصة بها، موضحا أن الجامعة اضطرت إلى استخدام المدارس والمقرات العامة غير المؤهلة داخل المدينة لتقديم الخدمات التعليمية. وحمل البيان الجهات التي تسول على مقرات الجامعة المسؤولية كاملة عما يحدث بها جراء تلكؤها في تسليمها والخروج منها. أقيمت بقاعة بيت الثقافة ببلدية سبها ورشة عمل لإعداد مجموعة من المراقبين لاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأشرف على الورشة منتدى ارتقاء ليبيا، واستهدفت أعمالها مجموعة من شباب المدينة بغية التعريف بالمفوضية العليا للانتخابات وأهدافها والبرامج التي تقدمها وتعريف بشركائها في العملية الانتخابية. شباب عظام لما يتلقوا ورشة العمل هذه إن شاء الله ستطلق حملة مستقبلا، يعني قبل مرحلة الانتخابات، قبل استحقاق الانتخاب، حنطلقوا حملة على مستوى سبها وعلى مستوى المنطقة الجنوبية لإعداد المراقبين. هو عقدت أخيرا في قاعة الاجتماعات من مجلس البلدي جادو جلسة حوارية تحت عنوان توحيد جهود العمل التطوعي. الجلسة التي أشرفت عليها منظمة إنتربيس الدولية تطرقت لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الأعمال التطوعية وسبل التغلب عليها.
قيم غير سنيتا باعتبار من ضمن 120 بلدية. الورشة استهدفت اليوم عدد من النشطاء في المجتمع المدني في بلدية جادو. كان هناك تنوع بين الرعيل الأول في العمل التطوعي الذين لديهم باع طويل في العمل التطوعي وسنوات طويلة، وبين الجيل الجديد والشباب الذين بدأوا في ممارسة العمل التطوعي. العمل التطوعي معروف شاق ويحتاج إلى الكثير من الجهد والإمكانيات، وفي الظروف الحالية واجهت هذه الشباب ومؤسسات المجتمع المدني العديد من المشاكل. عقد اجتماع اليوم لمواجهة هذه المشاكل واستعراضها. كانت النقاشات جيدة جدا ومثمرة، تم التوصل للعديد من التوصيات تم تدوينها وسيتم مناقشتها بشكل في اجتماعات مؤسسة. تعاني عديد مساجد منطقة أنجار بالجنوب إهمالا، ومن بينها مسجد الرحمة الذي يعد الأقدم في منطقة وادي عتبة. كاميرا النبأ وقفت على حال المسجد وعادت بهذا التقرير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ما أن تتجه جنوبا نحو منطقة جار المغيلة في الصحراء وذات البعد التاريخي حتى يترأى لك أول معالمها، وهو يسطح بذكر الله. مسجد الرحمة يكاد يكون الأقدم بين دور العبادة ببلدية وادي عتبة، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى الستينيات من القرن الماضي بمجهودات ذاتية ومواد بناء تقليدية زخرت بها الصحراء الليبية. في 66 كنا في المواصلات، بطلت من المواصلات ومشيت لي واو علشان إمام في واو نقروا ونوبروا ونقطعوا في النخل. على جنبات المسجد وبين أحد زواياه يلتقي صغار الحي وطلاب العلم لتدرس كتاب الله والعكوف على حفظ آياته، رغم خساوة العيش وضعف الإمكانيات التي يعانيها المسجد وإهمال مؤسسات رسمية له. ضعف الدعم الحكومي كان واضحا على أركان المسجد، لا سيما بيت الصلاة إذ تنعدم فيه البيئة التي تتماشى مع قدسية دور العبادة، الأمر الذي أدى إلى تدخل الأهالي لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية. نعاني طبعا المسجد من فرش ورداعة ويبي طلاء المسجد كله، نعاني طبعا المسجد يعاني والله يعاني مسجدي. مساجد تناوبت الأجيال على عمارتها بذكر الله، وهي تتطلع إلى الاهتمام الحكومي الذي طال انتظاره لسنوات رغم الوعود المتكررة وتسمية الجهات الرسمية الراعية. نهاية نشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. صحيفة الشرق الأوسط تكشف عن رفض خليفة حفتر عرضا من السراج لاقتسام السلطة والأخير ينفي ذلك. رئيس مجلس أعيان ترهونة يقول إن حفتر وأعيان برقة يرحبون بالمصالحة مع مصراتة. الناطق باسم السراج يقول إن تأمين الطريق الساحلي لن يجري إلا بالتواصل مع جميع الأطراف بالمنطقة. كما تابعتم أيضا، المجلس المحلي درنا يطالب بإخلاء مقرات جامعة عمر المختار بالفتائح من ميليشيات الكرامة المتمركزة بها. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.